الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الزيت المسكوب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم جزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حلم سكب الزيت على الجسم ودهن الجسم به دليل على زوال الهم والأمراض من حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية سكب الزيت في المنام علامة على إهدار الوقت والمجهود بشكل كبير. رؤية الزيت في المنام للسيدة المتزوجة علامة على عدم الحرص على الأموال وتبذيرها بشكل كبير. رؤية الرجل أنه يقوم بسكب الزيت في المنام علامة على تضييع الوقت وتبذير الأموال، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الزيت الحار في المنام دليل على الخيرات القادمة لها في الأيام المقبلة. رؤية الزيت الحار في منام الحامل يدل على راحة البال وانتهاء الهموم والمشاكل من حياتها. رؤية الزيت الحار في منام المرأة المطلقة إشارة إلى استعادها حياة سعيدة من جديد. حلم الرجل أنه يرى الزيت الحار في منامه دليل على التحاقه بوظيفة جديدة للغاية الفترة المقبلة، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقوم بوضع الزيت المقروء على جسمه علامة على اقتراب زوال الهموم والأحزان من حياته. حلم الزوجة الزيت المقروء عليه في منام المرأة المتزوجة دليل على انتهاء معاناتها تلك الأيام. رؤية الزيت المقروء عليه في المنام إشارة إلى صلاح الأحوال في حياة صاحب الرؤيا. رؤية الرجل المريض الزيت المسكوب في الحلم دليل على شفائه من كل الأمراض التي يعاني منها، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقوم بوضع الزيت على الشعر دليل على النجاح والابتعاد عن اليأس بشكل كبير. حلم الفتاة العزباء أنها قامت بوضع زيت على شعرها في المنام دليل على سماع أخبار جيدة للغاية خلال تلك الفترة. رؤية وضع الزيت على الشعر في المنام علامة على زوال الأمراض من حياة صاحب الرؤيا والصحة الجيدة، والله أعلى وأعلم. رؤية الزيت على الشعر في المنام إشارة إلى تحسن الأحوال المالية خلال هذه الفترة، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.